Everybody at home, raise your hands for this final dua, for the final involvement of our dear beloved Shaykh. Alhamdulillah, الذي يطعم ولا يطعم من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن أبلانا الحمد لله غير مودع ولا مكافئ ولا مكفور ولا مستغنى عن اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وأهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا اللهم اجعل من أوجه من توجه إليك ومن أقرب من تقرب إليك ومن أفضل من سألك ورغب إليك.